حاجة بتقوله ده، لكن ضمننا زميلنا الناقد الرياضي الكبير استاذ محمود شوقي الحقيقه من السعوديه مباشره، نقرب اكتر ونعرف الكواليس اكتر. بنحاول يلا نقرب بينا. من كواليس الفرقه وكواليس اتحاد جده وكواليس المملكه وكواليس جماهير المملكه وكواليس ممالك جماهير الاهلي، عايزين نقرب من كل حاجه. ازيك يا محمود؟ ويعني عملت العمره ولا لسه الاول؟ اهلا بك كابتن اسلام، تحياتي ليك. الحمد لله على السلامه الاول، الله يسلمك يا وتحياتي حبيبي، الاخ العزيز الكابتن هاني رمزي. اهلا بيك يا محمود. واحد انتوا الاثنين ما شاء الله عليكم، كنتوا نجوم كبار، كاس العالم يفتقدكم بشده هنا. لسه ما عملتش العمر، ان شاء الله اعملها باذن الله بعد الماتش ان شاء الله. لكن في بعض الاصدقاء سبقونا. عاوز قلت اقول لهم لك يدعوا. طيب لسه خالد مرتجي والدكتور محمد شوقي، كنت لسه معاهم من ساعتين ثلاثه تقريبا. توجه منذ قليل الى مكه المكرمه لاداء مناسك العمره، ربنا يتقبل ان شاء الله. وكان موجود برضو بعض الاصدقاء من البعثه، لكن ان شاء الله يعودوا سريعا للاشراف على كل ما يخص البعثه. تعرف طبعا المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه، الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه، بيشرف على كل التفاصيل الخاصه بحاله اللاعبين والجهاز الفني وكل اعضاء البعثه، وعاملين شغل محترم جدا على كافه المستويات. فربنا يتقبل منهم ان شاء الله، نلحق كلنا بهم باذن الله في العمره عن قريب ان شاء الله. احكي لنا اليوم النهارده كان ماشي ازاي والامور ماشيه ازاي، واللي انت شايفه داخل الشوارع في المملكه العربيه السعوديه، الكل بيتكلم عن هذه المباراه، الافضل في افريقيا يلاقي الافضل في اسيا. بالظبط يا كابتن اسلام، شوف الشوارع هادئه لكنه ربما يكون الهدوء الذي يسبق العاصفه. يعني في ماتش الجوهره المشعه، ماتش الافتتاح، كان كل الشوارع هاديه، لكن قبل الماتش بساعات قليله انقلبت جده راسا على عقب تقريبا، اكتسب باللون الاصفر. لكن اللي اقدر اقوله لك كابتن اسلام وكابتن هاني، بشرى سارة للجمهور الاهلي او كل الناس المتابعين والمتشوقين لمتابعه هذا اللقاء المرتقب والمهم والكبير. اقدر اقول لك بمنتهى البساطه ان جمهور الاهلي او ماتش يوم الجمعه، اللون الاصفر مش هيكون موجود لوحده، اللون الاحمر سوف يفرض نفسه وبقوه. كنت بقول من يومين ثلاثه ان جمهور الاهلي لن يقل عن 20,000 متفرج. النهارده انا بزود العدد برقم كبير. لا معلش، ايه الثقه دي يا محمود؟ انا شايفك بتتكلم بثقه. لا اكيد في حاجه حصلت. اكيد طبعا، يعني التذاكر اتحجزت، العدد العدد عدد جماهير النادي الاهلي اتعرف على مستوى الحجوزات ممكن اوكي جدا. قول لنا محمود. لا ما تعرفش بشكل رسمي، انا بقول لك خبر، بقول لك معلومات دقيقة. اتفضل. النادي الجمهوري الأهلي سوف يتواجد بكثافة غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم للأندية، وده كلام هتشوفوه بعد ساعات يوم الجمعة. ليه بقول الكلام ده؟ ايوه النادي وبعد اتصالات مكثفة وجهد رائع من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، مهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة، حصل خلال الأسابيع الماضية اتصالات مكثفة مع الاتحاد الدولي. كان من فتره النادي الاهلي حصل على 10,500 تذكره بشكل مباشر، العدد ده زاد. اقدر اقول لك ان الاهلي نجح في الحصول بشكل مباشر من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا على 16,500 تذكره، ده بشكل مباشر، وده يضمن لك تواجد العدد ده بشكل كامل. الى جانب ان الجمهور المصري والجاليه المصريه والجمهور الاهلي في جده وفي كل مدن المملكه قدروا يحجزوا عدد كبير من التذاكر اونلاين عبر تطبيق فيفا، وبالتالي العدد سيكون كبير للغايه. هينافس اتحاد جده في المدرج بشكل كبير جدا، واذا كان اتحاد جده، وبنحييهم طبعا ونوجه لهم التحيه على الشكل الجميل اللي ظهروا بيه في ماتش الافتتاح، اذا كانوا يمتلكوا جمهور رائع قدم لوحه فنيه جميله، فجمهور الاهلي هيقدم لوحه فنيه اجمل باذن الله خلال مباراه الجمعه، ويكون مباراه في المدرج ومباراه داخل الملعب. وانا تحت امرك في اي سؤال. عايزين طمنا على فرقتنا، اكيد انت متابع فرقتنا بشكل جيد، الكواليس اليوم مش ازاي، بكره هيبقى ماشي ازاي، الفتره اللي جايه كلنا عايزين نعرف اخبار فرقتنا ايه من خلال التدريبات، خلال التجمعات، خلال كمان رؤيتك لو بتشوف اللعيبه الحاله المعنويه اللي سايده في معسكر النادي الاهلي في السعوديه. شوف كابتن هاني، انا بتكلم دلوقتي نجمين كبار لعبوا على المستوى الدولي سنوات طويله، فاكيد هتتفهموا اللي انا هقوله كويس. كل شيء قبل المباراه بيبقى حاجه، وساعه النزول النجيله في وقت المباراه حاجه ثانيه، ولكن الانطباع اللي بتشوفه حاليا وتقدر تسجله على لعيبه الاهلي هو التركيز الشديد
الابتسامه المصحوبه بالتفاؤل، وده المطلوب من كل لاعب، انه يكون متفائل متحمس مركز. ده انا شايفه في بعثه النادي الاهلي. ليه ده بيحصل؟ لان في حاله من الالتزام الكامل داخل البعثه. عاوز اقول لك كابتن هاني وكابتن اسلام حاجه مهمه ربما تمر مرور الكرام على بعض الناس، لكن لما تعرف انه بعثه النادي الاهلي اللي بتقيم في احد الفنادق الكبرى في وسط جده او بالقرب من مطار جده، وتبعد ربع ساعه عن ملعب المباراه، الفندق ده اللي قاعد فيه لاعيبه الاهلي وفقط والجهاز الفني وفقط. ليه وفقط؟ لان في ناس او في اصدقاء او في زملاء او في مسؤولين من داخل النادي الاهلي زي شركه الكوره مثلا وغيرها. كل ده انا كابتن اسلام ولا في مشكله؟ لا لا شايفينك اتفضل. كل ده مش مقيم في فندق اللي فيه اللعيبه. كل المسؤولين الاخرين بيقيموا في فندق اخر، وبالتالي في التزام بشكل البعثه الرسميه للنادي الاهلي. ده عامل حاله من الالتزام الرهيب. ربما لم نلحظه في اي بطولات سابقه بهذا الشكل المحكم، وانا اعني الكلمه جيدا. كابتن محمود الخطيب بنفسه رغم انه رئيس النادي الاهلي لكنه مش رئيس البعثه، فقال انا هقعد في فندق اخر اللي هو بعيد عن البعثه الرسميه. لكن تتصور المشهد بهذا الشكل اللي بحكيه بالظبط. فاللعيبه كلها بتحظى بتركيز شديد جدا، مفيش حد بيقترب من مقر البعثه. في التمرين الباص بينزل اللعيبه تقريبا جوه ملعب التدريب رقم 3 بالملعب الفرعي لاستاد الجوهره، وبالتالي مفيش احتكاك كتير، مفيش خروج عن التركيز. كل ده بيدي انطباع انه النادي الاهلي لو لعبته عندها من التركيز ومن الحماس لتقديم صوره طيبه عن النادي الاهلي كبير القاره الافريقيه في بطوله كاس العالم. كل اللعيبه الحمد لله شاركت في المراحل بشكل رائع، الحمد لله من اي اصابات من اي نوع. دكتور محمد شوقي كنت بتحدث معاه قبل ما يتوجه للعمره، وقال الحمد لله كل البعثه اعضاء البعثه ما فيش اي شكوى من اي نزلات برد او اي شكوى من اي امور اخرى، وبالتالي الحمد لله بعثه بخير. وطمنكم تطمنا على اللعيبه كلها يا محمود، يعني هل هناك حد غير هيبقى غير متاح في مباراه يوم الجمعه حتى الان؟ يعني طبعا بعد تمرين النهارده لسه في تمرين بكره، وان شاء الله يوم الجمعه المباراه، وبالتالي هل كل اللاعبين على اتم الاستعداد؟ ما فيش حد عنده حاجه كده حاجه كده؟ بتكلم على ال 23 اللي بيلعبوا او اللي مقيدين. مظبوط، حتى هذه اللحظه كل اللعيبه الحمد لله بشكل محترم جدا وبشكل واضح اقدر اقول لك انهم جاهزين لمواجهه الجمعه امام الاتحاد. هل المباراه فرقت؟ مباراه اوكلاند مع الاتحاد بعد ما شفنا هذه المباراه، يعني انا بعد المباراه لسه كنت بتكلم انا وكابتن هاني في هذا الامر يا محمود، قلنا الفرقه كويسه جدا، فريق اتحاد جده عامل الشوط الاول على الاقل بشكل رائع بغض النظر عن مستوى اوكلاند الضعيف، ولكن لا اتحاد جده فريق قوي وفريق واقف على رجله وكل حاجه. هل ده فرق مع اللعيبه انت في وسطهم وبتشوفهم كتير، او يعني شفتهم الفتره اليومين ثلاثه اللي فاتوا كويس، هل الموضوع ده فارق معاهم؟ هل اللي شافوه يؤثر من الناحيه السلبيه؟ لانه السؤال ده بيتسال لي وما اعرفش. لا طبيعي، انت ساعات بتوصل بتبقى قاعدين في معسكر يقول لك الفرقه اللي هتلعبها كسبت 4 وكسبت 5، الخبر بيوصل ازاي والرياكشن بتاع اللعيبه هيبقى عامل ازاي على حسب طبعا ما بيستقبله الخبر. لو في يعني لو في تركيز مليون في المية خلاص انا ما بيفرقش معايا، وخاصة كان من المتوقع لناس كتير جدا الاتحاد هو اللي هيكون في مواجهة النادي الاهلي يوم الجمعة. محمود، مين ما كانش يتوقع فوز الاتحاد جدة امام اوكلاند سيتي؟ بالتالي صحيح. كل الناس متوقعة ومترقبة الفوز، وكان ممكن الفوز ده يطلع من 3 يوصل ل6 و7 اهداف. صح. لا شهدت المباراه داخل مقر الاقامه، كولر كذلك شهد المباراه مع الجهاز الفني، كمان كان في بعض اعضاء الجهاز الفني شهدوا المباراه من داخل الملعب. وكولر النهارده في محاضرته الفنيه مع لعيبته اتكلم بشكل مركز عن المنافس اكثر منه عن الاهلي. كان في اهتمام في الايام السابقه عن التيم، لكن المره دي بعد مشاهده الاتحاد جده امام اوكلاند سيتي كان تركيز كولر في كلماته على منافس اللي هو اتحاد جده. بالمناسبه كابتن اسلام وكابتن هاني، تمرين بكره تمرين مفتوح اول ربع ساعه، هيبدا 6 الا ربع ويخلص الساعه 8 ان شاء الله. 6 الا ربع، الربع ساعه الاولى دي هتكون للاعلام، الاعلام طبعا العالمي كله متابع من 5 على 2 وبتاع
لكن يا كابتن اسلام، المران بعد كده هيكون مغلق، والمران هيكون برضه في الملعب الفرعي، مش هيكون في ملعب المباراه الرئيسي، وده كان لغز كبير. الفيفا طبعا اجاب على هذا اللغز ان مفيش فريق هيتمرن على ملعب المباراه طبعا للحفاظ على سلامه النجيله، لكن سمح طبعا بنص ساعه للفريق بشكل عام انه يتفقد الملعب في زياره لملعب الجوهره، لكن حد هيتمرن على النجيله نفسها خاصه بملعب الجوهره ده مش هيكون طيب. متاح. لا ده اذا كان اتحاد جده يمتلك عدد كبير من النجوم منهم لعيبه عالميه، فالاهلي كذلك ضيق 100 من حيث نوعيه اللعيبه الموجوده. اذا كان اتحاد جده يمتلك حارس كبير، فالاهلي يمتلك محمد الشناوي، واحد من افضل حراس افريقيا، وان كان افضلهم لولا ياسين بونو وتالقه في المغرب في كاس العالم. اذا كان اتحاد جده يمتلك لاعب بحجم بنزيما عالمي، لكن على المستوى القاري لديك كابريسي ده لاعب داخل افريقيا. اذا كان اتحاد جده يمتلك كانتي، فانت عندك ديانج مع طبعا مع الفارق في الوصول العالميه. يعني هنا بتكلم على المستوى طيب، الفني. احنا اتكلمنا مع الكابتن هاني في هذه الامور كثيرا جدا يا محمود، انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا محمود شوقي على كل هذه المعلومات، انا بشكرك شكرا جزيلا.